الله يا امي، الكلام ده ما صح. وشنو ما صح؟ الزول ده انا شفته لما اداك الغباشه دي. يا بت خشمك ده تكفليه وفاهمه ولا ده الموضوع ده ما بخصك؟ والله هسه اديك كف شفتي اعوج لك خشمك ده. عاني يا عم. صح انت امي يا امي، وانا صح بريدك والله وبحترمك، لكن يا امي الكلام ده ما صح. ما تقول لي ما صح. الزول ده انا قروشه اديته ليه، ده رجي يهددني انا؟ انا ست البنات، ست البنات بتهدد. هي وتاني هي، والله دي قصه دي. وخشمك ده ما تفتحي في الموضوع ده، فهمت ولا ما فهمتي؟ انا فاهمه يا امي، لكن يا امي الزول ده ذنبه شنو يا امي؟ بيته يتخرب بسببنا نحنا، الزول ده ما شفنا منه غير كله خير. اسمع هنا سويتينا نحنا السبب، بس نحنا هنا الموضوع ده كان ما عاجبك تليش لي ابوك وعرفني انه انا بريدك يا امي ومطلعك في الصح والغلط يا امي، لانك انت نقطه ضعفي. بس اتفقنا، خشمك ده عندك ولسانك ده تبلعيه وتنبله وما تفتحي خشمك ده نهائي. اها يا امي، لساني ده وبلعته. بس لكن يا امي عليك الله يا امي وحياتك يا امي، لو معزتي اللي عندك حاول الموضوع ده تجاوز الزول ده يا امي. يا اخي انت ماشي معاه ان شاء الله يا امي جادعين لك مجادعه. قلت لك الموضوع ده انسيه. عاد البيضة المصرية استقبلتنا حالات استقبال، الفرحة دي كده في عيونها ما لقت التوه العروس. عليك الله يا فاضل في ايدي زول النصيحة، وقول النصيحة حلوة زعاد ولا عليات وعفاف؟ اجي شنو اللي اجي كمان بقى تطلع بنات، بنات بنت اختي شينات، يا اما بنات بنت اختي يا اما اميرات وسمحات. عالية وحفاف وفرحة ويلاه البنات لي حدين لكنك حبوها قاعد مجاملها روما. اجي يا ولدي. هي حبوها ما قاعد تجامل، انت لسه في البر يعني لما تعرس حتنسانا يعني ولا شنو؟ يا اقول انساكم انتوا روحي حبي انساكم مين انا كده. هسي يا بنات اطربونا كده غنوا لنا الغنى السمح خلانا ننطرب. يلا يا عفاف انا حننوا عليك حننوا دار حزين العريس كده. العديل وزينة الليلة العديلة زينة الليلة العديلة ربي مرتبلة الليلة العديلة زينة الليلة العديلة يا رسول الله انا يا حبوبه لازم اسافر اسمر عشان ادرس البحريه وابقى ضابط كبير، وانا طبعا فراق بالنسبه لي حار شديد، حتى مشكله ابوي معاكي انا فضلت اني اقعد معك لانك انت اكثر حوجه لي وفيك ريحه امي الله يرحمك. انا كمان يا ولدي والله اهل العظيم سفرتك دي سمه دايره، انا ما بقدر افارقك والله ولا عندي عمر ذاته لفراق افارق جنال لزمن طويل كدر. انت يا ولدي شغل هنا ما في، ما تقعد الا تمشي اسمره تهاجر للي اسمره. لازم يا حبوبه لانه دي رغبتي، عشان لازم انا اطلع ضابط كبير يشار اليه بالبنان عشان ازعلك عشان تشوفيني كده لما اكون زاد ضابط شرف ليك وشرف لي. صح يا حبوبه؟ اي والله انا داير اشوفك. انت تشوفيني سعيد دائما؟ دائما طبعا يا ولدي اشوفك سعيد ورب واشوفك موفق ودائما مراتبك عاليه. اللهم امين يا رب.
الله يخليك لي بس عين. انا بدعي لك بس يا ولدي البلد دي ما زي هنا. اي زول هناك عليه بنفسه وانت صغير خلي بالك من نفسك ان شاء الله. ولو فكرت تشفتن اتذكرني انا راجعك يا ولدي. داير اشوفك متزوج وداير اشوفك عندك اولاد واحضن اولادك. والله اهي يا نايم يا ولدي انا واخت انت واختك والله بحبك ونحب اكثر ناس في الدنيا دي انا بحبهم. الله يخليك يا الله. انت تخليني يا نايم. لا انا دائما حكون بتواصل معك. انت تواصل معي طمني. الله يا ولدي الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يدلو الله. واهم حاجه يا ولدي صلاتك ما تفرط فيها ان شاء الله يا حبيبي. وما تصاحب لي اصحاب السوء ابعد منه. الله يحفظك ويغطيك يا ولدي. يديك العافيه يا حبوب. الفاتح مشغوليات بس والشي الثاني انا ما داير احتك بابوي وهناك يقول لي كلمه كده ولا كده وادخله في حته ضيقه. يا اخي ده ابو لو سميح لو شين انت لازم تستحمله. والله عمي سعيد ده ما بيشيل في قلبه لزول. سبحان الله. وانت ما بقيت غيرتي 180 درجه وبقيت تقول فيه كلام كويس. طبعا انا ما كلمتك عافاني وبيجي يتكلم معي راقي وبيجي بيحترمني وانا ذاتي احترمه طالما دي ارادتك. عندي لك خبر عاوزاك تتوقعه. انا ما قاعد اتوقع ولا عندي اعصاب التوقع. قولي يا اخي عليك الله يتوقعه ان شاء الله. اتصوروا بس يعني. يا اخي انا ما بتصور واخر مره خشيت الاستوديو ده قبل شهرين. قولي يا بشر قولي. كمان انا شكلي حامل. يا سلام ده أجمل خبر وأسمع خبر تستاهل عليها دي وبشارة. لو جو ولد أنا بسميه عمار. لو جاء بيك سميه على راسك ما مشكلة. سميه عمارة دنبس. المهم تجي. شوف يا نعيم اللي جبت سميتك. أنا ما يقول لك سميتك أبوك ده أنا سميتك. قلت لهم سموه نعيم على اساس انك تكون في رقد من النعمه. طبعا يا جدي. طبعا انت ما شاء الله تبارك الله ابوك جاب لي حاجه جامده المعصعص ده وامك المعصعصين ما شاء الله تبارك الله جابوا زول جامد. طبعا انا طالع لجدي طبعا. الله انت ما طالع لجدك. والله انت طالع لجدك وحبوبتك. يديك العافيه. اشوف يا ابني ابني دي حلوه مش كده؟ طبعا انت ابني بعض. نعم. واخوان بعض بعد ما خرجنا الى الدنيا بنبقى شنو اخوان وبيناتنا محبه. طبعا الشباب ده سطوه يا نعيم. زول بيشعر بمروه وبفتوى انه ما داير زول غلطه داير يعمل الحاجه اللي في راسه. لا انا دايرك تمسك السطوه بتاعت القوه لانه في تغيير في البني ادم في شبابه. يعني لما تكبر بتشوف الحاجات اللي عملتها دي فارغه وعملت كده وعملت غلط. لا انا دايرك من حسي تكون صح وتاخذ خبراتنا تاخذ تجاربنا تاخذ امورنا كلها عشان شنو تحتل المكانه سريع ان شاء الله. يا جدي انت طبعا يا جدي قدوتي في الحياه. نعم انا بسير بخطاك. نعم وانا بتبع ابوي كغضوة في الجيش. حببني ان انا اكون جندي عظيم زي نعم ايوه خلينا انا غضوتك الاجتماعيه وده غضوتك العسكريه. فشفت شنو لازم تعفص السطوه بتاعت الشباب دي وتمتلك نفسك وتنطلق الى رحاب اوسع. لابد انك توزن الامور بميزان العقل. ها ان شاء الله. يعني ما توزينا بميزان الطيش يعني. ها ان شاء الله. جامد تمشي اسمر دي ترفع لي راسي زي ما الزعيمه تاري رفع العلم فوق. ها ان شاء الله. ترفع لي راسي فوق ما تدني زي راسي. يقولوا نعيم سوا نعيم مشى جاي ونعيم لفه جاي. لا نكون مسؤولين في الحته دي. نعيم انا انسان دغري. ايوه
بيحب الملاهي ولا بيحب الالعاب التافهه بتاعت الناس المغيبين دي. تمام تمام حبيبي تمام 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 رفع عن نفسك بس ما في الكلام الفاضي مزاحه ان شاء الله تستمع حبيبي تستمع جدي. يا عبد الرحمن يا اخوي الكلام ده غلط غلط يا عبد الرحمن ما بيشبهك ولا بيشبه أسرة السعيد كلها الكلام ده بيجيب اللوم يا اخي انت غلطان غلطان على علوية دي يا عبد الرحمن يا اخوي وخلينا محرب اي 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 حيمني وانا واقفة معاك لكن ظلمتها علوية ظلمتها شديد بس هي لكن ما صبرت انا قلت لا اصبر شوية لحد ما تصلح الحال يا عبد الرحمن ما ينفع غلط يعني هسي يا عبد الرحمن انا واقفه معاكم وسانداك لغايه ما جبت لي اللوم وجبت لي النظم قال وانا متواطئه معاك يعني انت يا عبد الرحمن جبت لي الاساءه يعني انت زعلت عشان انا قاعد معاك يا عبد الرحمن يا اخوي الكلام ده غلط الكلام ده غلط يا عبد الرحمن معقول انت اخوي لحمي ودمي انا ازعل من قعدتك معاي ما بصح يا عبد الرحمن ما بصح انا واقفه معاك وامرك بهمني لكن علويه دي انت ظلمتها ما ينجح اوعدني علويه دي غويشه تتصلح بس لكن الغويشه شالتها واحده اسمها ست البنات ونكرتني قالت لي ما شلتها بس اقسم بالله انا حلفت لها انا ارتكب فيها حماغه هي بنتها لا يا عبد الرحمن الحماغه انك تحل موضوع بحماغه بعدين المرة دي مدتك قروش سواء كانت كثيرة ولا شوية المهم انك انت قبضت منها قروش ولا ما ياهو الموضوع ده خليه انا بتصرف وبحله انا بتصرف يا اخي انا خلاص زهقت وتعبت من اي حاجة بعد ما عندي اي خيار حمشي اواجه زينب ووريها كل شيء ناجي ما اعرف اقول لك شنو انت ما يعني ده خيارك يعني انت مع انه الموقف صعب صعب عديل لكن اقول لك شنو بس يعني ربك يوفقك يا زول يا اخي انا حمشي بس تمشي؟ ما خلال أنا عبينا جيم جيمين كده أنا نفسياً تعبان ومتهيب جداً من الموقف ده يا أخي أقول لك أحسن خلينا نمشي يا أخي خلاص خير الله معك شنطة دي شايلة ما شاوين؟ ماشي أنا أسخلتي يا أمي ليش نو؟ عدلي معاون يومين لحد ما الوضع بينه وبينك يروق ويهدى وبعد ذلك مجرعة هو في شنو يا بنت الوضع بينه وبينك يروق ويهدى؟ لا بتطلع من هنا لا تمشي ناس خالتي أمي أنت عارف الحاصل وانا بنت عمرنا ما حنتفق عشان كده خلينا امشي برايك انتي هاي يوم دي قناعتك يعني استغفر الله العظيم ناجي القهوة انت مالك الليلة بلوة يا زينب بلوة كبيرة انا عزبتك عارف انه معذبكم تعبك لكن بلوة يا زينب والله بلوة شنو يا لطيف بلوة شنو تاني بلوة غير البلاوي اللي انت عاملة دي بلوة شنو تاني يا ناجي بجد بالمناسبة انا بقيت اتوتر والله انا راصدة في صامولة منه حتطير يا ناجي يا اخي الله يحفظك وخلي راسك دي لولاداتك لكن في بلوة بلوت شنو يا ناجي يا اخ ما تحرق دمي عليك الله بلوت شنو ثاني تفضلي السلام عليكم همونة كيف قيلتي اهلا يا مصطفى الحمد لله هلا البنت دي اللي كلمتك عنها كان هلنا اسمها دني اللي هي بنت عم بخيت اللي هو في النهايه بتقع علينا بتخالخال ان شاء الله وشغاله معانا في كان كلمتك بيها انا صح شنو ما سمعتك كان كلمتك عنها هل انا اسمدني مصطفى ايوه كلامك ده كله انا ما فاهمه فيه اي حاجه لا 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 الحزبه واضحه فهمك ليها احنا عندنا دلوقتي شغل وهي بتراجع علينا في الملفات ها وهي يعني استاذه شاطره جدا والزول الوحيد اللي بيهتم بالملفات ويستطيع انه يراجعها بشكل جيد ها عمل لنا عصير ولا اقول لك الوقت مشى نحن هنتحرك دلوقتي عشان نمشي نعمل مراجعة الملفات كلها بشكل واضح أيوة راجعيها كلها أيوة. يلا وتوريني لها كلها بشكل كامل ها واضح
اي واضح. اي خلاص احنا انا همشي واجي امنا اوضح لك اكثر. ها يلا سلام عليكم. سلام. يلا عليكم السلام. يلا. مالي ما بتذكرها كيف يعني هتذكرها بيتي يا مصطفى. يا زينب انا عملت حاجة شينة شديد وندمان عليها شديد وعارف ان انا ما عارف ان عملتها بإرادتي من غير إرادتي. المهم ما كنت مركز. عملت شنو؟ شلت قروش من الخزنة. شلت القروش دي مشيت لأرتباء قمار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النص كامل لأرتباء قمار، باقي النص الثاني قلت أجيبه لك أنت والأولاد تتصرفوا به وأعرفك، لكن وأتحمل مسؤوليتي أنا بعد ذلك إن شاء الله أدخل السجن. طيب ليه مال حرام عشان أمشي به الحال؟ يا ناجي نحن البيناتنا عشرة، وعشرة طويلة، لا عشرة يوم ولا يومين، ده عمر. وانت عندك مني عيال وعارف انه عيالك ديل بيحبوك قدر شنو، انت قدوتهم وانت قاعد تحبهم، وانا قاعدة اريدك وبضاري ليك، بخاف عليك من كل شيء. مديت يدك على الخزنة، نوم يا ابو الفاتح نوم، وبكره بتتحلى ان شاء الله. الله يهديك، الله يهديك يا ابو الفاتح. ها بقى ذكرتي يا هنا ناس مدني، ناس التوم بيتحسنين. هاي قلت لك عليهم. هاي جميل. ايوه التوم بيتحسنين. ايوه 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 انت حسنين دي قبل ما قلت لي. لا لا ما 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 معلش، بس كنا نسيت كده مع الشغل. الشغل مصطفى. كتير ومهم جدا ولازم انا اوصل دلوقتي. ايوه ايوه تذكرت. نعم. يا مصطفى. ايوه تذكرت. أيوة. أيوة. ايوه وان شاء الله الاخت دي حجيبه وحتقعد معاك وحتتعرف عليك ان شاء الله. ها بس عشان مستعجل شويه، لكن المره الجايه ان شاء الله بجي بتعرف عليك اكثر. ايوه 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 واحنا لسه عندنا شغل، عندنا حاجة راجع ان شاء الله وحاوضح ضواها وهالراش نعجاري كنت تتواصلوا مع بعض اكتر ان شاء الله. ها يلا. مصطفى نعم. أمشي. يلا السلام عليكم. حتى شغلك. اهلا مع السلامة. وضحتك الله يا بنت حسنين، وضحتك الله الله. لكن مصطفى شك القميصة شك في سمحة كده. اشرب الليمون ده يهدي لك اعصابك، وكل مشكلة عندها حل. يا زينب ما عندي اي نفس لليمون، والله ما عندي نفس، لكن طالما انت قلت كده ما بقدر ارد لك طلب. يا ناجي القروش شلتها من الخزنه لازم ترجع. ترجع من وين؟ انت عارفه انا كلها قرضتها في القمار، ارجعها كيف؟ يا ابو الفاتح القروش دي انا بديك لا ترجعها. بترجعها من وين يا زينب؟ برجعها من وين؟ برجعها من القروش اللي اداني ليها ابوي عشان اشتري بها البيت. ما بقبل، شيل الفكره دي من راسك يا زينب. دي قروش اداك لها ابوك، اصلا ما تدخليها عليك الله يا زينب. شيل الفكره دي من راسك، وانا انا ما بقبل ما بقبل. يعني بترضى انك تخش السجن؟ انت شايف انه كده احسن قبلان انه يقول ابو الفاتح الناجي دخل السجن؟ على الاقل يا زينب عارف غلطتي تحمل عقابي. انت مالك ما قدرت تخليني، خليني اتحمل دي غلطتي انا صح؟ يا ناجي انت ابو اولادي، انت ابو الفاتح وابو عفاف وابو عليات وابو اسماعيل، تخش السجن؟ ما بقبلها طبعا، مستحيل اقبلها. تمشي تسدد القروش ويا دار ما دخلك شر، ما داري لنا كلام. انا متخرج من كليه غردون، لكن خليني اتحمل مسؤوليتي. سامح يا ناجي، انت خريج كليه غردون بتقبل لي روحك؟ انا الحله دي كلها قاعده تحترمك وبتغدرك، معقول تقبل لنفسك تدخل السجن؟ انا زينب دي اللي اخترتك واصطفيتك من دون باقي الناس، يطلع فيك هنا ولا مشكله؟ يقولوا راجلها دخل السجن لما بقبلها. كثير يا زينب كثير، والله قلت معاك كثير. المره دي خليني يا زينب
لكن كتر خيرك بارك الله فيك. انا ما عارف اقول شنو يا زينب، حتى التعبير ذاته خلي ناجي. انت بوليداتي ولد عبدر ولد قلشي، ضيف لغايه هنا ما تكون في بلاوي. اللهم امين يا عينينا امر وعلى بيت مطمن غفير. اخيرا 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 ربنا رزقني وبقينا انا وانت بران لبعض كده، وربنا يخليك يا رب تملينا على خير يا رب العالمين ان شاء الله. لازم لازم نركب المركب ونقدف كده لما نصل الشاطئ، ونكون حايمين بين الخضار وبين الجمال. يا بنتي بعد الخطوبة دي يجي خيالك واسع كده، خضار وموية وبحر والجمال كده. تعرف الوقت داك في المركب انا اقوم اخدتك في ظهري كده وانزل بيك الموية، تشمبلك وعم بيك وعم بيك وعم بيك لحد ما اقطع بيك الشاطئ بغادي واقي جنبك كده. الفاتح في خط جرينتش بيني وبينك، لازم انت ما تتعداه. ما مشكلة بسيطة، تقومي انت بالراحة تشمبلك تعدي خط جرينتش بغادي تجي جنبي عشان نوصل سريع سريع. خليك من خط جرينتش، خلينا في واقعنا ده. انا ممكن اقول لك بخلي خط جرينتش لكن ما بوعدك، لان انا متلهف ومشتوق يا حياتي ويا عمري. الفتح دار اقول لك حاجة. قولي ما تخافي. ان شاء الله بعد زواجنا لو خليتني اكمل دراستي ما عندي مشكلة، ولو ما خليتني برضو ما بيناتنا. ما بيناتنا الموضوع في حاجة لحاجة. عند امك بعدين ما تجي تقول لي ما بتكفي والموضوع ده، اتفقنا؟ ما عندك اي مشكله، انا دايرك انت ولا داير قروشك. بس انا دايرك تطاوعيني، عشان انا يوم الخطوبه ما لبستك الدبلوم. طاوعيني ان انا البسك واجيب لك خاتم كده بيشبه يدك دي والبسك الخاتم ده ان شاء الله يا الفاتح. اتفقنا؟ يا ابوي انا كلمتك من قبل كده، قلت لك انا عايز اوسع تحت زي ما وسعت فوق، ولحد هسه ما ادتني رايك. يا اسمع انت مجنون ولا فك منك ولا ما طبيعي؟ انت حصل لك شنو؟ انا قاعد في بيتي هنا ده ما في اي وفي الارض بتهزني. انا قلت لك داير اوسع في الواطه تحت، وبالمناسبه مرتي حامل. المرة دي فار ولا شو؟ هو الفار ما عمل انتي ثلاثة شهور. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دي شو دي بفاكة كل يوم دي؟ بعدين اسمع هنا، البيت ده انا بيتي وساكن فوقه وهو في الارض، وهو في الارض ما بتحرجني انا من البيت ده نهائي. لا بكراكة لا دبابة لا قلاب لا اي حاجة، انا ما بتقلى من هنا. انا قاعد وجد والدقة في الارض دي. الكلام ده مبوك والله العظيم، لو تقوم الحرب العالمية الثالثة انا ما اتحرك. انت مخك طافش ولا شو؟ انا السعيد السعيد الشاذلي حكومة ما تهدني، تجي انت ده تهددني. البيت حقي وبالغنون وبالورق، هتطلعوا هتطلعوا. والله ما نطلع، والله ما أبرو، والله أنا أفتصنا واندفن هنا ده واندلعت بتاعي ذاته في الحتة دي. قلال بالكثير كمشت بمشي الشجرة ديك. حسبي الله حسبي الله. ربنا أعفو عنا أعفو عنا أعفو عنا واغفر لنا وانصرنا على الغوم الكافرين، انصرنا على الغوم الكافرين يا رب العالمين يا رب العالمين. اهدى اهدى حسبي الله ونعم الوكيل. انا ولدك مش الغوم الكافرين يا ابوي. انت ابو جهل، انت ابو لهب، انت مسيم الكذاب، انت زول اللي بيكب الكذاب للرسول قدام بيته ذاك اسمه ما عارف ما جابه في السيره ليه ما عارف. ذاك اللي بيكب الكذاب ده انت دايتنا ذاتك بس ما يدور الطرف. الله لا رحمك، الله لا طرف فيك بركة، الله لا كسبك.
مالك متمحنة يا أمي؟ الله يا بنتي، أنا ما ممكن أضربك وما دايرة أخسري. فكرت كده قلت يا ست البنات بنتك دي كلامها في حتته، وغررت أرجع لي عبد الرحمن ده غويشته ويرجع لي قريشاتي، وكفى الله المسلمين شر القتال يا أختي، ما له مال المشاكل. والله أحسن حاجة يا أمي. بس مش كده؟ أي والله، بس الحمد لله رب العالمين. أنا يا أمي ما قاعد أنصحي وماشية معاك يا أمي، وسعندك في شغلتك دي في شراء. والله أنت معاك صاري، لكن بعد عكاسك لي ده كلامك أنا فكرت كده ده ولقيته كلام في حتته. والله يا أمي ما عكاس، لكن يا أمي أنا ما دايرة مصلحتك، نحن ما بنشتغل بنجيب القريش، احنا ما دارين قريش حرام يخش عليه. بري قادم من الحرام، غادي وبعير، غادي وبعير، والله يكفينا شره. ها ان شاء الله يا امي، بس انت تقوم زي اني ترجع لزود حياته، دي حاجه سامحه. انا ما قلت لك خلاص انا غررتها ارجع له قريشته ويرجع لي قريشاتي وان شاء الله يجدع لي مجاده زي ما قلت. يا سلام يا امي. انت كده مبسوطه؟ مبسوطه يا امي، الحمد لله. الله يبسطك يا بنتي. اه اقول لك كلام؟ قول لي. الفاتح الليله اصحابه جايين يحتفلوا بخطوبته، قومي نجهز المحل ده كده وننظفه ونظبطه ليهم كده يبقى على سنجد 10، ونظبط لهم الامور كلها. خلاص اروح يا امي. اروحي على العديله. قول الفاتح ده ما نورت القعده، اروح نورت البلد كلها. اروحي ان شاء الله يجمعوا بالك ورقة الله. زينب، يا زينب. ايوه يا ناجي. الحمد لله يا زينب، انا سددت كل الديون اللي عليه، ما فضل مننا اي حاجه، الحمد لله. مبروك علينا، مبروك علينا كلنا، الحمد لله. مبروك روش تسترنا وتحشرح هنرد شو يا ناجي. انا عاوز اقول لك كلمتين يا ريت تفهموا وتغدروا. من الليله يا ناجي أنا ماشي بيت أبوي، ما عندي قعد معك، ولو أنت عاوز تشوف أولادك تعال شوف، بس أنا خلاص أولابي بيت أبوي، ولو صحي أنت راجل وباقي على العشرة ومغدرة ورك تتصلني وتحتبر من الليلة أنا ما في زمتك. ليه دار شق راسي يا زينب؟ أنت أصريت تدفع القروش وأنا بتصرف في الجزء الثاني. الجزء الثاني؟ الجزء الثاني يا تو مال الحرام؟ ما انت عارف انه انا ما بقبل ادخل عليه مال حرام. بعدين ثم انه انت مش عارف انه البيت ده ماشي بالاخلاق الطيبه الفضيله، انت مش عارف الحاجه دي؟ اخي انت ما بتحس، انت ما بتشعر، انت ما انسان يا اخي، انت ما بتتعظ، انت ما بتتعلم يا اخي، انت بتعاغر الخمر والميسر يا اخي. كيف الكلام ده يا اخي؟ يا اخي يا اخي يا اخي انت لا غيم، انت لا اخلاق، انت يا انت يا اخي ولا شيء يا اخي، انت ما تكفر. اكفر بعد ده؟ كلامي كله صح، كلامي كله صح يا زينب. انا بجيك اخر الليل سكران بشيل هدومي تغسليها، حتى راسي بتغسلي لي، امي لما كانت معانا هنا لا كنت صوتك ما بترفعه ما بتسمع صوته حتى يا زينب. صوتك ما هو احمد ربي، لكن خلاص فاضبي تعبت يا اخي. انا يا اخي يا اخي يا اخي كفايه يا اخي، اي انسان عنده حد مرونه، انا وصلت حد المرونه، كفايه يا اخي. يا عفاف عليات. اي امي. لبستوا اخوكم؟ اي الحقونا انا طالعه. حاضر. مع السلامه يا ابوي. دكتور زيفوس. الحمد لله يا ابوي، ما عندك اي حاجه؟ احتمال يكون نزول في الدم، اضرب البرتقال ده واكل. نزول في الدم من الطابق الكام يا دي؟ طبعا طبيعي،
ده انا شاعر بجسمي ده كله مهدود. انت يا ابوي الادويه البلديه دي ما كويسه، الكركديه والقرط قرضك الله. انا اقول لك عندي خبط نفس ضيق في التنفس، الضغط الضغط يكون قايم، اعمل قرب اتبخر من قرب اروح فيها دوره فيني. انت خايف يا ابوي؟ انا ولدك هستاذني اخاف؟ انا حرم امكم دي ما بيحلفوا بها، لكن انا حلفت احرم عشان خاطركم انتم. الوقت كان لا قاعدي انا افطسوا افطسوا فطير ما خلي فيه نفس. والله يا ابوي شكلك كده انت خايف من الموت. انا امشي للموت بيكون عيني يا اخوانا تنجرش 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 تنجرش، اقول له هزيك يا الموت؟ يقول لي تعال بنفتش عليك من زمان يخمني ليه؟ في زول بيسوي كده؟ انا ما بمشي للموت. بعدين الموت ده لازم يكون جاهز، اعماله صح، حاجاته تمام، الحمد لله احنا ماسكين صلاته وحاجاتنا، لكن صح كلها دي والله ما بضمنها، لازم تكون، عشان بعدين الحساب صعب. انا خايف من الحساب. احكي لكم القصه دي. احكي لنا يا ابوي. قالوا زمان في غابر العهد والزمان، اسطوره من الاساطير، كان حقيقيه كان ما حقيقيه، لكن مداوله في قصص الاساطير بني اسرائيل ولا بني شنو كده ما عارف، المهم بدري قالوا في راجل عنده ثروه طائله، ثروه كبيره خالص، عالم من دي يموت قال لاولاده، قالوا اول الملائكه والناس اللي بيجوا يحاسبوك ده بيجوا عديل بيجوا لزول الميت ده بيحاسبوه وخطوها معاه وقرط وبعد ذاك بيمشوا. قام قال لاولاده قال لهم يا اخوانا لما انا اموت واحد يندفن معاي، اسمع الحساب ده بيحصل شنو، دار اولاده يتعظوا. الراجل مات، بعد ما مات شالوا دفنوا، قال الاولاد كل واحد لاوز وخاف، كل واحد يقول للتاني، يقول ليه؟ يقول له امشي انت، هلا امشي انت امشي انت امشي انت. قام جا راجل حطاب كده تعبان، يومه ما اكرد ويومته فاشله ومفلس واعصابه بايظه، شايل فاسه وماشي. قاموا الاولاد لموا فوقه، قال لي يا اخي ابونا ده مات ووصانا انه واحد يندفن معه وانت اندفن لنا، اسمع الملائكه دي بيقولوا شنو لابونا، وتعال كلمنا ونديك احنا ذهب لا يعلم به الا الله. تخش معه؟ قال لهم والله كان قلت لك خش معه جهنم من النار، بخش معه بيجوا بخش تعبان. قام ايه؟ قام مشى دفنوا بفوق ومشوا. جو الملائكة، الملك قال لأخوه، قال له شايف لي جنازتين واحدة فوق واحدة تحت؟ قال لي فوق ده زول دنيا ساكت، زولنا تحت ده. قال لي فوق ده ما ندي سؤال سؤالين. قال لي ما في مشكلة، نزلوا طلعوا لي فوق. قال هذول قصتك شنو؟ قال لي والله قصتي كذا 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 كذا، جيت ماشي وروحي نحرق عليهم مفلس وماشي للمنى والمنى نقناقة وما عندها معرفة وبتاع وكذا. فقالوا لي كذا قمت كذا وكذا وكذا دخلت كذا. قال لي دخلت كذا ايوه كويس. خلاص. قال لهم العود ده جبته من شنو؟ شنو؟ ولا البراد ولا قال لهم على جهه البحر على الطرف كده، العريق يا دوب. قال له والله عريق في نص الشجره المروي ولا المعمول؟ قال لهم العديل. اها كسرت منه فرع ولا خليته بيطول؟ قسمته نص؟ قال لهم قسمته نص نص ولا ثلاث اربع، المهم حكوها في العود ده لما ركبته انتهوا من العود. قال له والحديد اللي جبتها منه ايه؟
قال لي والله الحديدة دي أنا ب50، كان عندي 25، اشتغلت كده كده جبت 50، اشتريت الفاس. قال لهم 25 جبتها من وين؟ قال لهم 25 كانت 15، وال15 كانت 10، وال10 كانت كم؟ كانت 5، وال5 كانت كم؟ لما وصلوا له تعريفة، قال التعريفة دي جبتها من وين؟ قال لهم ما عارف، فك القبور كده قام فك البيرك. واحد من الملائكة شال الفاس كشوا قطع عليها ضعفه الدم كبه. أولاد الراجل جو لابو الزول ده قالوا له ها سمعت كلام الكلام اللي قالوا له أبونا؟ شايلين لهم بوكجة بتاع الدهب ده اللي ادوها له. قال لهم أبوكم عنده بوكجة بتاع الدهب دي؟ قالوا له قال له والله دي في تعريفة سجبوا أمه. فأنا يا أولادي خايف من الحساب، الحساب بعدين صعب، فلازم تمشي عديل وتمشي دغري. ده أنا خايف منه، ما خايف من الموت، ده في الموت ما خلاص. والله الإنسان لو ما عمل حسابه آخرته حتكون صعبة. والله يا أبوي الموت حق، والإنسان قدر الإمكان يمشي نظيف. نعم يمشي نظيف، لازم يكون ماشي مستقيم.